وينضم إلينا من القدس الدكتور أيوب القرال، وزير الإسرائيلي السابق. دكتور أيوب، نبدأ من التصريحات المتكررة لنتنياهو بالحديث أنه لا حماس ولا السلطة الفلسطينية ستكونان المسؤولة عن القطاع بعد الحرب في مسألة الأمن. طبيعي أنه ينحكى بهذا الأسلوب، لأنه تاريخياً ما قامت بواجبها لا السلطة الفلسطينية ولا حماس. يعني هاي قوات إرهابية اللي كانت موجودة على مدى سنوات بشكل أو بآخر يقتل الأبرياء، وجرب قسم من دولة إسرائيل يعني يعملهم بديل للقيادة المحلية في غزة وفي الضفة الغربية، وجابوهم من تونس ومن لبنان ومن محلات مختلفة بعد ما قاموا في عمليات إرهابية كلهم. لذلك من ناحية المبدأ لم يقوم السلطة الفلسطينية لم تقوم بواجبها في غزة، واستولى عليها حماس، ولذلك يعني إذا رجعتها بيكون هناك خيبة أمل كمان مرة، لأن القوة ما عندها توقف أمام التيار الديني الصعب الداعشي. لذلك يعني نحن ما بنقول نحن بدنا أي احتلال يكون بغزة أو بأي محل فلسطيني، ولكن نحن كمان في نفس الوقت لا نريد إرهاب، والإرهاب هو مشكلة الشرق الأوسط كلها، هو مشكلة العالم كله. وأنا عندي خيبة أمل، لأن شفت اللي قبلي كان عندكم في المقابلة وقال إنه حماس منظمة سياسية. اللي بيحكوا في السياسة ما بيمسك سلاح وبيقاتل، اللي بيمسك سلاح هذا مش سياسي، هاي أصبح إرهابي، والإرهاب هي مش سياسي. طيب، للأسف الشديد. يعني أيضا بحديث نتنياهو أنه ستنشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية، سيعاد تأهيل هذه الإدارة بقيادة السلطة الفلسطينية. إذن ما المقصود من ذلك عندما تتحدث أنه لا تريد السلطة الفلسطينية؟ ما المقصود من ذلك؟ نحن نريد قوة اللي هي تكون بديل لا داعش حماس، اللي هي باستطاعتها انها تعمل غزه بالنسبه لنا تكون دبي الثانيه، بمساعده دول الغرب واسرائيل والعالم العربي اللي فيه شويه شبه ديمقراطيه. ولذلك يعني مبدانا نحن بعد قبع ان شاء الله حماس من غزه سيكون هناك موقف كثير مشترك لبناية غزة من جديد، ولكي نبني غزة من جديد مش نحن، الإخوان الفلسطينية، اللي بيتطلب أن يكون هناك قيادة تعرف أنه الإرهاب سيطرته كمان مرة على غزة بيكون مشكلة في المنطقة وفي العالم. لذلك بدنا قوة اللي تعطي إيجابيات في مفاهيم إيجابية، اللي تعمر البلاد، تزدهر البلاد، تتقدم البلاد، يكون فيها كل شيء هاي البلاد، ومش ناقصها شيء، لأنه منطقتها حلوة كثير وأحلى من الخليج. دكتور أيوب، فقط يعني لضيق الوقت أريد أن أسألك يعني المزيد من المحاور التي الآن تطرح، وخصوصا فيما الآن يتم تداوله، وخصوصا أيضا في المواقع والقنوات الإسرائيلية حول مسألة صفقة تبادل أسرى جديدة، وأنه إسرائيل هي ربما منفتحة على الاستجابة إلى ذلك. ما رأيك بها؟ إسرائيل قالت وما زالت تقول أنه نحن مستعدين على حسب الاتفاقية الأولى أنه يكون طلق سراح الرهائن إذا كانوا واحد أو أكثر، وخاصة الأطفال والنساء والعجز، فنحن قبالهم طبعا في مفتاح لهذا الشيء تقرر في الاتفاقيات السابقة. فإذا في هناك نية لاتفاقيات على أساس أنه نمشي في هذا المشوار اللي بدينا فيه، فما في مشكلة أنه نوصل لهذه الاتفاقية من ناحية المبدأ. ولكن للأسف الشديد
كل ما يسمى حماس داعش يعني يستعمل هذه الظروف التهدئة لكي يستمر في الإرهاب. يعني على رغم الوساطات وأن حماس حتى رفضت ونفت هذا الأمر. دكتور أيوب القرى الوزير الإسرائيلي السابق كنت معنا من القدس.